الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. هذه الأمة وأن يحموا أمن الناس وأن يحموا هذا الوطن هذه الفئة هذا هو جزاؤها من قبل هذه الفئة الضالة وهذه الفئة الخبيثة وهذه الفئة الشريرة والتي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ونحن في هذا الشهر العظيم أن يستأصل جذور الفساد والمفسدين والأشرار من بيننا ونسأل الله عز وجل أن لا يرفع لهم راية وأن لا يحقق لهم غاية ويسأل الله عز وجل أن يجعلهم لكل الناس عبرة وآية اللهم آمين لأننا بلد الأمن وبلد الأمان وبلد الاطمئنان نفتخر بهذا البلد ونفتخر بوطننا ونفتخر
ونفتخر بمنسوب